الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين حلق لي مقدمة تفسيرك وإن أتلقى لي بل أسوش تفسيرك إن وحكت المانه مركا مجلس كل بعد ويسقنا إسلام موضوع كسي سابسا بين عاون إن شاء الله تعالى قلدونا صين هروسو شيغني تفسير حقوق بسماء تفسير بالمأثور يا تفسير بالرأي سيد علماء كعبران إن وحل السون نقليي ولا السوريي وقرآن كأي حديث كبا كم ديهين يا أثارتي الصحابة دوبا إن قرآن كي لقو فسره وتفسير مركا النقلية ولا السوريي او قارنا قران كي قران كالغو فسرى يو ايات دبا ايات كالغو فسرى يا اسلاميشا هكوشرت اما ميل كالا او قران كم ميدا هكاكاشرت مرنا قران كي باو حالغو فسرى يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالغو فسرى يا اما نبي توس ايات هاو فسرى اما حديث كالو سكرى وشاغي النبي عليه الصلاه والسلام وانو ايات حسين هالغو فسرى ومركا قرآن كي أو حديث لغو فسرا نوع صدحات وقرآن كي أو آثار الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لغسو وريي لغو فسرا آثار الصحابة لغسو وريي وحي أقبري كرتا إن وح النبي أي كم مغلين تهي وحديث النبي أي أهيد وأين يهد النبي أتيرين أو يبو على سبيل الفتوى أي أشيغين وين دعى الصحابة إن إساس سميان مسألة لقيا النبي إن كم مغلان عليه الصلاة والسلام ترى أن وقت يد قاركود يد مسألة دي أين وحب النبي أثيرن أي إلى هذا المسألة سوى صدا أي صدا أي صدا أما يد معنيه ذو صدا أي إلى هذا مركل أسباب نزول بين الصحابة كور رميان وصابت آيد كسر دكتي كور رميان تاسنا وحيكرد أنت حديث مرفوعة صينه رأسه شجني مروح الشيغيان الغيبي الشيغيان وكور رميان وان اجتهاد اقبل كرين رأي قوضة اين وحبك دورا كرين الا بإلا اي تهي وحمرك مرفوع نمال وحن باري النبي ان لو كريلا ايوه وحديث نبي اي كرق انتهي ومرفوع حكم النوع اللي الى هذا اين غرس وقت يذكر كودنا صحابة المسألة يكون اجماعين إن التفسير كله شجع وادعاء. أنت لما أنتين حجوي قدر كلا صور راعية وأثرت الصحابة كامدة ويدعي كرتو الصحابة إن يسوق خلافين آية تفسير كيد أسبابها اللي يسوق خلاف التفسير كان وين الشجع دونا محاكا صدق إن يسوق خلافه ما لها قاركود وتفسير كقرآن كامدة أولى مستم النساء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسكو خلافينو تابشدن دمر كلا تابن ايو موحا اللوغت شيدا تابشدي عادق اهيد اقعانت اللو تابن ايي او كالي بسوحا اللوغت شيدا سربيب لغا سربيب ايو قلمضا الصحابتي النبي قايسكو خلافي ايمدي كدن بيينا سيدي الصحابة ويسكو خلافين اي يقن يسكو خلافين عبد الله بن عباس وحول أولى مستم النساء وحلو قتشي ذا دمرك هدا طابتان هدا أقل الموتان بلو قتشي ذا هو كنايو ابن عباس بأرني ابن عمر نوحو يري ما يتاب شذا وحلو قتشي ذا الكس باليد إن قعنت لغو طابتان لو قتشي ذا سيدا الصحابة يسوق خلافين أي أئمة مذاهبتنا يسوى خلافنا أئمة الفقه وهل كي كتمي تابشد دمركو ويسد مجبي سامس مجبي سو أو لامستم النساء سنو كفصر عبد الله بن عمر يعد الراعضي مركا لقو السعضو حكاي من إيسا إنه ويسد كمي سو تابشد مركا لقو السعضو سيد عبد الله بن عباس يعد الراعضي كفصر طي وأهقل ماذا اللغة شيدا أو لامستم بمعنى أو جمعتم النساء أو كناية أي تهي
وحكي من إيسا تاب شد دمر كلا تاب تا ويسد متشبيسو مالك خلاف كاسي كصبح مركم معني حقيقي جت تاب شد هبل لوجت شيدا مثل معنيه كناية ذا هبل لوجت شيدا تفسير كاللغوي جاء اللغة أهان تا إلا فسر أيو بيسو خلافين التفسير بالمعصور مرك اللي يلاهدو أثرت تابعين تلقى السورين عموم كواقل إيسا ولو بعض قدين حجبا نقني نوع اللباد وحل يلاهدا تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد إن قرآن كي لقو فسر الرأي يجتهاد رأي قنو حلو قدش إذا اجتهاد كان لقدت المامي رأي قوحو قيب سما رأي حن الرأي وناكسن بو قيب سما واجتهادك قلداً أنصحنين خطأه وحن قنايا رأيه مدمونك قريا كي جهلي أقون در كل سنة رأيه مدمونك أبو قريا أصر والسوري رأيه دلع عينيسا إلا أحاديث النبي قال الله رفعنا أيها الترمذي إيه غير كيف السوريين باتشرته علماء قاركودنا التحسينيين قارنا أي سنة كذا ضعيفين سيدة حديث كالتلمام من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وين أصاب كي قرآن كالرأي قيسا وحكا قيلا هذا حتى هدو مركا أصيبه أي قبه قنته وخطأي حتى هدو أصيبه أصلي صحظة أهيد أي أوافقده وحن قرن يمد قفساً ويجهل يا قندر أيك هذا لي إنه أقندرك هذا القرآن كنا وما بنانين ولا تقف ما ليس لك به علم هالراع وحن علمك هو الصغنين مرك أقندر رأي الشريعة دي لك هذا الله تما بنانين سأسودت بمحرمات كلا قدرين قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون محرماتك وحل قدر إن الله لك الشيء وحن علم اللولهين مركا حديثك عينك الشيء رواياتك قال وحكو سأروري فليتبوى مقعده من النار لكن حديث علماء قاركود ومركا تحسينيين أصل حديث كورين الشيغني من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب إمام الترمذي وتحسينين إياه وكذلك أي مكر وتحسينيين واجرا إنك السؤال الشيخ الباني أحاديث تاسو مركا سنة كود علمان ضعيفي لكن حكم أهان إن النقرة يصمد ممنوعة إن أقول در الله كذا الله ومثل يسلو يقول يهي أو جهلي يا أقول درين لقاه الله إن بنانين ولا يسكوا فقصيه حتى هذو أصيبه وحيهاي من مركب مخطئ أوقف في ويا طريقي مركب لقاه ذي شريك كذا ما هذلين هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال سأحديث ابن عباس بكتمي مرك قفك وحانو علمه لهين وإن نقلن مرك آثار بذنب للسوورية وصحابة التابعين تبلغ السوورين أيوه والرأيق أي كدق ينرل عينيان وتقول علي بن أبي طالب حديث كمرك ثابت كسقن يا أبو داود سنن كيسك السوورية لو كان الدين بالرأي هذه الدين ترأي كسقنا لهي إن مركا خفك حقه وصل لقم الصحو أي كأول إسنان لهيد وكهبونان لهيد إن حق السر لقم الصحو هذا الرأي دين توهان لهيد لكن رأي بين الدين توهي وحانا أركيب لعلي بن أبي طالب أورنايا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم بان أركو خفينك وهرقص دي شرباتك وكل اللوغة شدا خفين لي لهدا وكل قد نوال قصع كرا وهرق شربا هذا وحانا أركي النبي عليه الصلاة والسلام وحق السر كم الصحايا مركا دين تو رأي ما هي هذا الرأي أهان له إذا حقه سئل لقمة صحة كهبون الله إذا حق السر لقمة صحة حديث كان علماء قارنوا تحسينيين قارنوا بالصحيحين وحديث ثابت الصدم وهي علماء قاركود إلى أصل الضلال كل من ضل الرأي
لما عند اللنطي بادي وحو أصل رأيي إن يسيء للمقطع يسيء إسك الرائع وحلوك هذا الرأي النصوص كهر إمان يالك التلمام وقرآنك يا حديثك رأيك عارضا أما الرأيك الجهل أخوان درد كل سن أي اللوغة شيئا لكن علماء وحيدا رأيك وإذا مذموم معها الرأي فاسدك يا مجهلك كل سنة من نصوص تكهر من آية أي الله لا عيني وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني وحي مركا لغسور يلا لا عين ترأي الله لا عين آية أما قياس مركا الله لا عين آية وحلوك شذا كيف فساد لغو بني إي فساد لغو لسي كاسا لغو شي رأي مذمومك وحسوك يلا لا عيني تفسير بدعاء أين لقوا فسره أعد قبتها بأين يكشرين أعد سؤال السنة أو كتكتب أين يكشرين واختي هذا قار كوتب علماء وحيد هذا تفسير كاسي وعو كل سيء بدعو أي كل سيء والسلف وحي كل سنة خلاف كيس يوم ندعو كل أناس بإمامهم وعجل تفسير علماء وحلوه يريا بإمامهم أي بأمهاتهم هو يوين كتبا لوه يريا ومدولبا وحلورنا إنه بلا يو علماء وحيا تفسير كاسوا تفسير بدعاء ويعد سلف كم إذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتابعين تي أتباع التابعين تي أحد سلا يري والله قهيا متشره خلاف كذا يكون جمع صناعي ومد الله بهذا أمي إمام لغو ما تشمعية أمهات با لغو تشمعية هذا يتهي يعني مركا يعني أمهات الحيوانات هذا يتهي وحين نول هو يدود أمهات با لغو تشمعية وحان نولين أمات با لغو تشمعية وهذا لغا صار مركا إمام لغو تشمعية وحشرمة عربي هان أساسين ومشرين ومدى الصدح هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحاحة وحكوصة أرورتي إن ضدك أبوه لغو أبترين أيو لغو يلاي أحاديثك الصحيح محو الشيقاي نك بلن كبورين شري عالم بلو تاقا عالم أي حقي صدن بلغ يلا مركز أدتك كتل المانسانية لهذه غدرة فلان ابن فلان وبلن برنتي هبل او انه هبل ادى انه هبل يا اماها وانه هبل احاديث سن الصحاح هي كصارت وايه وحكم اذا مثلا قول كودنا يا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره نظرك مؤمنين إلهي أركي سيئي سيداواني سيئي إلهي إن الله قفصرنا اللي إلى هذا الصواب بيسوغن أيان وتفسير بدعاءه ولو مركاعد يعني علماء زل أهم به وقرد عديه وأيهي مركا تفسير كقرآن كالفصر أيو رأي محمود اللي قفصر أيو وحين قريسا ومد كواد وإن نكهر من نصوص ونصي إجماعتنا وإن نعارض أهدو النص أما إجماع عارضا أيه قرآن آيات قرآن كهر منا أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام كهر منا أما إجماع علماء أي كبكرا صنايين اسكوا ضوافقين كهر منا وحن قريسا مد باطل نقني مد مذموم أولا دلعين باطل نقني تفاسير تي سلف كوينا نخلاف ولو منازع بيان لأغاني ولو هو كل سناده عدم العلم بالمنازع به يعني تفاسير تي سلف كاللقاها ايو وينا نقل من عارضة ايو كوري منا ولبا آياتك وإلا لك شضا سياقا اي كتشران يوحا كهر يوحا كدن بي يا أسباب النزول كمدوالبا الآيات كوحا لا يقع السياقودة واختي هذا غير كود معناها وحا كود صحية ماشي كل احتران يهدر كي كل ما يهين اوهرية مرك الله يقع اما وحا كهر رأي الله يقع اما وحا كدن بأي الله يقع هذا ما ركتا
أي ماذا السلف كوه حيران شرير سد الصحابة قار كود لقس وريي آياتها قار كود مركب بدعوة الدنيا شدو وحيران شيء اقرأ ما قبلها وحكوه الرأي آخر يا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وحيدون يعني لكبح النار تا كما نبحيان قربا وحيو دليل شدين ذاتك نار تقلا ولو أهل الكبائر بها هذانو مسلمين دبي وين ليمها بها هذان به عد نار تقشا كما بحيسو مركز الصحابة قال كود وحي لا اقرأ ما قبلها وروح كور رأي آخر آيات كور رأي سمحيتا وحي كبلا بنا إساء كفرين لقو الشيء آية المائدة إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها مركع عيد الله ورما يوايو وكفروا وقالوا قال الله ورما كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وحلقوا رنيا اقرأ ما قبلها وحكوا الرأي آخر هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها عد الله ورما يوايو وكوى قالوبي اقرأ ما قبلها وحل إلى هذا وقت هذا قاركود اقرأ ما بعدها وحكذا بي آخر كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون آية السجدة سورة السجدة كسوغان مركز صيدونان إن النار تكبحان ولا وعليا دي أهل الكبائر للشيق ما هي للشيق يا اقرأ ما بعدها وحكذا بأي آخري وحكذا بأي آية اللقو ختمين وما حيويني أهل التكذيب يهين وعد مركبين لتم أيهين بالين وشاك وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأهل التكذيب لا أهل التوحيد وعد بين صاحبة مركب وحل لك شنيا ومركب معناها إن لو إفسد لدونيا مع الاسترشاد بسياقها وسباقها واللحاقها وأسبابها سياق هذا يوحى كهر يوحى كذب إياها ليلة يا أسبابته إلى هيد مدولبا قواعد عربي أهيد بان الله سعونا يا مركا إنت سعونا كوصا حنتو محابي مقتضى لغة العرب لو سعونا يا دي اللغة عربية بان لغة سعودتشي الله وحولي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قرآن عربيا نكي الله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لبدا أيضا وحي الشيخ أن قرآن كون عربي هي أف عربية هي اللغة عربية نكوية إذن قواعد عربية وإن لقوا سعودا فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون لغة ذا نكسها اللغة كفضي ذي النيل سيقوا نقاطان بلسانك نوح اللغة شيدا باللغتك لتفهمه العرب منك سيكا فهما كتابك هو مبين وعديه الغزيه الحلال يلمع والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وكتاب عربي لغة عربية كيمي لسهلوا لفديدي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لما أتكين الله حلوى سهل وفديدنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والله نوشغين مبين يهعد إلا عدي أو احنا عضينا وبين وانا عدي وتبيانا لكل شيء
مركا قواعد عربي يا الله قص عنايا واللغة العربية يا الله وفصيري ساس أودد بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل اللسان كيا وحيقولن قنشرين لغة عربية بيقولن قنشرين وحولن شري عبد الله بن عباس عليكم بديوان العرب وحي معناها قرآن كيدن كقر صومة وحاول نقطة ديوان كعربية النقطة ديوان كعربية وان محي وقبي يدي هرئي قديم كأها دات كمركي اللسان كود يعرب كود آن لحن الجلين أو توصنا يقمنا عربي قايو يقانين سي صليقاء أيو يقانين قبي يدي وايدا لتري تاسي يضابي مركا أهاين آدي آذ قارو يقان تاسنا مركا وحاوكو إفسادوكو فهمان واحد كان قرن كرتا عبد الله بن عباس سؤاله ويديه انك خارجي جاهاي لورن شري نافع بن الازرق من خوارجتي كمضا ونافع بن الازرق لورن شري اي عبد الله بن عباس وقران كفسر يا اركي ورده قامي يا شيخ خوارجته كمضا فرقه الازرق اللي الى ذن اسا لون اسبيه نافع بن ازرق بلورن شري مركو يسلو ويهي يا ابن عباس وحقيره يا يلو ابن عباس وها بحر بطوها نبينا عليه الصلاة والسلام وتفسير خي فقه قبل قد دعيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل مركو سوي بلينا كير القرآن كفسر يا طيب دون ين القرآن كفسره عوش هذا كل مركوا خلط يا يوم صحيح وحصان قراء رياضة غريب كا يعني آت كعان كوا هين القرآن ككشرة اللغة وحي وقيب سنتا قيبنا وقيب ضد قوة قرنا يا قيبنا ضد قارا قرنا يا أفول بو حلي رياض غريب لي غريب القرآن بصقرة حار قال لي هذا النحاس محل لي هذا قصاص محل لي هذا يعني وحوية مركا كلمات مساوية دينية قمطرير محالة إلى هذا سرابيل محالة إلى هذا وصيلة محالة إلى هذا تي ولا أويدية وحو إلى هذا مركو كتشواب عبد الله بن عباس وحو إلى هذا الشاهد محاد عرب وهي سين إساطاي شاهد يعني بيت قبي وصيدة أمر خاتف فرية عربي إلى سيدة أتقاني محاد وهي سا ابن عباس بسؤالية مد والبا ابن عباس وحضر صاري بيت قبا يضر صار وقل إيا سقاشا سؤالو ذويدي أو مد والبا أولي يا هاي محاض عرب شاهد وقا هاي صاين ايتساط هاي هل مد ابن عباس ومواهين بيت قبا يا رمان مد والبا بيت قبا يا أو اختياري هوري قديم كاهيد لاتريي أي أصوقات ومر كيسا أوي لكاسا ودليلة إن سيدا عربي وتقاني هذا بقول يا سقاش سؤالات كور وغريب القرآن ألفاظ قرآن ككتمي وغريب ويدينا يا تفسير كذا يا شاهد وحو عرب وهي هل مد ابن عباس مواين بيد صاره وحي كنت تفسيري مهمة إلى هذا عربي إن سفي عن لو برتا وأدب كذا يا قبي كذا يا سوقان كذا ما الله برتا قرآن كي حديث كسفي عن لو فهمه أي عضينس واتو إمام الشافعي ويري تعلمت الأدب 20 سنة لأخدم الفقه شافعي بأورانيا سوغان تعربيد وحان برتي لباطن سنة أيام برتي وإمام الشافعي وحانو برتي لأخدم الفقه سيان فقه وخدمي سيان فقه وخدمي مركب مهمة قاري لذا قواعد عربي قاهد وإن لغو صعداء وعربي سيدي اتقان إن لغو فسراء وشيئان عرب لغا هينا وإن لغو فسري مرلبات كهدي وحوية لبا وشي عربي أيو استعماشو وشي وعان يهو شاعي هو ظاهر يهي وشي نأو خفي هو قرسو يهي كشاعي الظاهر كهو إن لغو فسراء افصاح هذا بضن وجيغا افصح اي وجيغا ظاهر كاه بقران كينو كيم لو حنباريا ساساوي الله العلم قركود وحي الهدين لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
مفسرين تقاركود وعن بضنين سيدي كفسرين بردق إلا وجهه هردد وقول غلط إلى هذين المفسرة بردق قبو قعادق هو إلا المفسرة والنار تقول هذا قبو كمرة من أيان شراب لعبنا كمرة من أيان ولو مركا هردد وشركها بقبو وشسي هذا برد مركا الله إطلاقه معناها الشائع الظاهر كاي ماءها إن هردد اللوشي قرآن كان صدى الشائع الظاهر كاه معروف كلا يغانه أي المفسرة قواعد عربي وإن مركا لعص كذا قواعد سنة وحوية وبذيهن وحنا يوقع بالسمان قواعد تفسيرية يا قواعد ترجيحية لبض النوع بولي كتب قارا لقى قرأ قواعد قاركود وقواعد تفسيرية الفاظ محا عموم فائدين إياه محا إطلاق فائدين إياه محا وحوية يعني انت اللفظ بها لقى قادنا يا إني عام تهي لقى قادنا إلا ما لها قاركود بها لسوء خلافة يا عام يا خاص ما معنى خاصة المفسرة مثل معنى عام المفسرة قواعد الترجيح قوة حسوق ليس إن عمومك لقى أرجحه خصوصها أي سوق ليس قواعد التفسير قوة حسوق ليس قواعد وحل المفسرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تحقلين وحل اللفظ عام لماذا يسير صابتا قارن ماذا يدوم لها صابتا قارن ماذا يدوم لها وصابتا لقوم قارن إليه قواعد ترجيح جاء وحلوك الأرجح أيوه وبذيه قواعد بذن باشرته الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور أصل وحوى ضميرك كيو قده وين النقض وكيو قده واحدان النقضين دليل بيوباهن تين مركا سدى اللوجة شيد وهل كالكل اللوعلنا وياه وعكم إلى قواعد ترجيح جاء وحلوك الأرجح أيوه إن مركا وحوي اللي يلاهدو مركا لوحا اللي سو خلافه تأسيسية توكيد تأسيس كالوحا مبارية معنى عصبين الشيقيس سمع عن ذا قرآن كفر بضاته وهي توكيد وخلاف الأصل وخلاف الأصل وهي هي مركا قواعد بضن بي علماء الشيقين إشارة ذا أيام كافتوم أيام ما دام كتب قارا لقى قري هذا تاكو ديران ما وعزوك لي العناية بالأسباب أسباب النزول كإن لقد ذاله وهي معنيه بيواضح نيسا وهي علماء الهدان العلم بالسبب يعين على العلم بالمسبب صابت إن لقرتا وحي عاون نيسا إن مسبب كي لقرتو آيات صابت كسو دكتي أقونصت كلا أقونصت إن لقرتا وحي كقيم قادنا نيسا معنها اللوغة تشيدو إن لفهمو وهي مواضيع دقار كود وهدي أنصابت الروح قرنين معنى قال ذو فهميا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا آية دا سوكلة وقت عمر بن الخطاب إذ صحابة يتابعين تكم إذا باكو قلدنتي وهي الصابت بين القرن هذا معنى قال ذو فهمي قدامة بن مضعون وأصحابه وعيفهمين عد مركة أهل الإيمان كإيمان يا عمل صالح يا تقوى يا إحسان كرن ستي خمر جئنا يا عبان إنا نجيب كل هاي والدم بأينك قبيل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا مركة خمر جئنا يا عبين مركة سيئة آية دم أنه دليله عمر وحوشا جاي قلت كاي قل دمي بوشا جاي وتأويل كاي الساجين مثلا ذنو وحي كصاب سنتهاي شي حاران أقول حاران تنميو خمر أه إني حلاشدين وحلال نمو اعتقاديين ست أول كجري أولان أيان آيضا عمر صحابة دي بشري وحنا محانو كي الله وحال صحابة قاركود سو جيديين كو يلاهدين استتابك السمي ويعني أرنكي دي تأول بي كو حلاشدين وأرنك النوع عنو مبريرين كان نقدر له كتوبت كينا كوده كتوبت كينا كوده
هذا كتوبت كينان حد كي كتر حد شارب الخمر حد كي خمري كجو هل كيبو مركا توبت ويدينا كصول لابتان وكنغضان وأنا وعدين مركا تاويل كاسي قلض أها ويا أيد وحيكو سودك تي انتو خمر وحراشة أهيا لحاران تنمين دتكي عبي بشري الصحابة كم لها ويقو خمرقي عبي يعني مركا كل انتي أما بل قد لو الشهيد نمقات مركا صاوحا إلى هذه الصحابة غير كود مركو إلى هاي الشيقين رجسيها حاران يهي وضدك على شهد إساق وكتشر وخمر وكل انتي أما باستشهاد وكل شيء إنما قاتي قلن كاسي يقو وكتشر على شهد ما ها حال كود نغنية مركز آية اللي عدية يقو إن الدم بكو قبين وهي وقتها حلال بوها حاران ماهي مركز سببتي وحي عدين إيسا آية دمعنيها دي بي واضح نس مثال لبات فأينما تولوا فسمى وجه الله مالك استوت يدي نوت يدي سام بهالكاسي وقبلتي إلهي ووجه إلهي إلهي باقابشين هدي مركا ذو لفظي آيات وحل موديا قبلتي إن لوتشي سا إن الواجب هاي لو ما سيتشيدين سلاس وحيكو سودكتي إذ أما قبلتي قرن ويدي وقيسان قبلتي أهين يو قبلتي موديا أتوكدي أما الصفر كسوغن الصعدال أها ودنا السنة تكن يقول دابدو دي صارا لبدا النعب يكون صابسنا الروح قبلتي قروي ومالان قبلتي أهين قبلتي مودي يا الروح صفر أه ودابدي سيسارنا صلاة سنة تكن يا سنة هنا دابد كرك إذا لقو تكن كرا ركوب كات صارن طاي أما قاريقا أما دابد قاريقا بو الله ميدي ماشو كولا شيء استبا سنة هو قلتو كنيسا فرق الكوين قبل هذا اللوت شيء استقفك هذه اختيارا وأوذي كراي وايا مركا الله بدا النوع بيكو صاب صني لكن عدي كلا وين اوتشي ستا قبل هذا مركا صابتي وحي عضينا يسا معناها اللوغة شيدو يعني مركا آيات دي أي واضحنا يسا عضينا يسا تاسا أي عضينا يسا واحد أعظم مفسرين تو وقت يذكر كود صيبنا هدير بشيغني هورانا أصول شيغني إن تفسير كإسكو خلافان وقت يذكر واد عضا وتفسير كحوقة بسامين لقو إجماع سيهي ولا إسكو وافق سيهي يمد لإسكو خلافه هذا وكيل لقو إجماع سيهي ويسيس مركا الله راعا لمن خلافه كره كلا إسكو خلافه لبن نوع بالله قيبيا اختلاف التضاد اختلاف التنوع باللقيبية اختلاف سكور تشيدة يا اختلاف يعني أن سكور تشيدة هين التنوع اللي يلهده ومتبنع تلماما غالب كالتفاسير تسلف كالقسو النقلية الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتابعين تي القسو الرري وحيب ذيهين اختلاف التنوع اختلاف كله وقت هذا قار كود اسمه دي الدنا معاني ذا يكون فسرنا واسوافقيا لكن قدر أن بضنين أي نغنيا مرك الله يقول أنت اختلاف التضاد دي نغني سا ما بضنانا يسو مرك الله يقول اختلاف التنوع اختلاف كيسكورتشيت كا وخطأ الصواب لحيا له أو حكته صالين وحكم إذا مثال أهان قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح كاك عنتي سايكو سغنتا يقول تنتا النكاح وكما وعلى اسكو خلافه السلف كلفته دي باسكو خلافي مفسرين تكدم بينس دي باسكو خلافي وحالا هو الزوج كالنكاح قف قدوم رقبه ويهو اللي يريد وحكال الله يريد وواليك مركب موصول كعدة اللغة شهده با
بل يسكو خلافه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. كنت أنت تقول كأي قعنت إذا قلت لنا وحلو قد شيدا ولقنا مركة هري قصو قنطهي ولا نكاح إلا بولي إلا ويسوه مركة تأقوريه يعني ما قرسا كرا مركة. كنت أنت تقولكو مركة هري قعنت بقجرتا يعني ولي قاي قجرتا مركة ضمن الزوج كي قعنت بقجرتا يودي أما فريا أما كقبيو كهي صنعي كما دام الله بدا اعتبار اي لهذا هي اي علماء قاربه اي مدك فسرين اسمه وافق كرتون لو ما جهدي كرو لبدبا ان لو حنبارو مد اهان اي لو جهدا واختلاف التضاد دي وحا مركا لباريا وجهي ارجح ترجيح با مركا لك لا سمين صواب يا خطا ابو دحيان تصال اللباد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء تمر كل فري وحين فهد لسو قنا ينصدح قرئه أرقى قرئ با مشتركة وحالله استعمال حيث كي طاهر نماذا مدول با ليق عاددنا قرئ والليلة ذا يقرئ با مفرد كيد اللبا وشيب ليه يقرئ يقرئ با والليلة ذا إنك استوى لكن شمعي كوكر الدويه قرئ وحلو شمعي أقرأ قرئنا وحلو شمعي قرو تدع الصلاة أيام أقرائها وتحدث كي كتمي كاسي وحوي وجمع قرئ وسيد جزء أجزاء قرئ أقرأ من نوى قرئ وقرو بلو شمعيان لكن حقك لو اسكو معني لفظ يقول بك الدويني مرك حيدك اي طاهر لماذا لي قعاده اي طاهر لماذا اي كطاهر نقطه قفك دمر لبد مد والبا قرئ قرئ وليلده مرك ثلاثه قروء ما وحلو جيدا ثلاثه اطهار صدح طاهر نمم يا لوج جيدا يسوي وحلو جيدا ثلاثه حيض صدح حيض با لوج جيدا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم باسو خلافه قرب سبي مرين اي مدي مذاهبتنا لبدي قول بيكون كلا فيلين وهي كلا قاتل اختلاف التضاد قد تصالك لهذين كختنه وحكم إذا مركو إلى هاي ويري وفديناه بذبح عظيم كالا فرطي وانكوين لقو فرطي لقورع أيه وانكوين لقورع أيه لقو فرطي مركو رأي أهيد لقورع كم أها ما إسحاق بوها مس إسماعيل بوها ويسكو خلافين علماء يهوري مركا وحي السلفكو والصحابة يتابعين ويسكو خلافين أي مدي كدن بيسنا ويسكو خلافين ولو مركا هبك لبدنادان وإسماعيل هو بديان علماء بدن كودين وحين مثال بين هذا وجهي إن ترجيح الأخوال هذا مراد كينو ما أها وحين وجهي إن إنه تصارينه اختلاف كإسكورتشيت كأي نوع يهي إن نتصال يا القرآن كوكينا صدق تصال أي نكينا اسمه وافق كرتو لما أرنكره إسحاق يا إسماعيل لماذا بوالو تشيدا ويمتكري إلا قورعه الله أمري إبراهيم إنو قورعه إن انكري إنو قورعه يا الله أمري لماذا بإنو قورعه لما أمرين كي كري أهاي الله أمري إنو قورعه أي لغفر تي مركا بذبح عظيم يعني مركا نيف كان وين لقورع أيه يعني مركا لغفر تي مركا من هذه الليلة هذا وحكا لازم إيسا ككلا مركا إنه قول ككلا دعاء يا كدر نيس لأن المفدى واحد ويكلا فرنا يوم القرى نوع الله بعد وحلا اختلاف التنوع بالليلة هذا واختلاف أن اسكهر تشيد أهيم ويسوافق كره متبنى عبو التلمامي مر الفاظ دي اريده كلا دوونه معنو اسكو مد بو نوقنويا مرنا لفظ عام يسوده قليان مرنا من نوح شيغيا معنيه مطابقه اها اي شيغيا مدنا معنيه وحوي مركا جزك اها يا قيب كم اذا اها بو شيغيا مدنا لازم كي بو شيغيا انت مد والبو حي نوقنسا اختلاف التنوع بين نوقنسا انت صارين
مثلا يضم معنوه ستة قايون لكن أريدك للدويه وحكم ذا اهدنا الصراط المستقيم إلى هو ضد توصلنا وهنوني الصراط المستقيم حلو قتشي ذا بعض العلماء كم ذي وحي له وحلوش ذا الإسلام إسلام لماذا وكو بعض كلام وحي له ذي وقرآنك الصراط المستقيمك والله با يعني وحي وشي ذا والراعتانك قرآنك الله راعه مراد خذ وصاص قرآن بي له ذي لكن اتباع القرآن بي وشي ذا بعض الصديحات وحي له ذي الصراط المستقيم وحوي وطريق العبودية وطريق عبادة مركز الله لقوا عابده بعض كلام وحي له والسنة والجماعة والسنة هي جماعة بعض كلام وحي له وطاعة الله ورسوله وأطيعتان كالله الرسول كي صلى أطيعه تفسيرتها علماء هوري السلف كان لقصه النقلي ما يستيدنه مايا اسم ديدنا المؤدى واحد يعني وحوية لفظه هبكر الدوانادو لكن وحوية معنوه مدخرة معنوه مدخرة القرآن كإلا الراعى يا السنة يا جماعة مركا وحوية إلا الراعى يا طاعة إلهي يا طاعة الرسول كا إلا لي مادة يا طريق العبودية إلا لي مادة إسلامنا ما دي وافقس إسلامك صحيح نوى صراط المستقيم كوي مركا القرآن كي يا السنة إلا الراعى وأصل كي للراعي صراط المستقيم كعدينا مركا وحوية الفاد يريد كالدوان وقارب السبع عبرين معناها اللغة شيء المعنى المراد واحد معناها اللغة شيء ذا ومد قرآن وتصال تصال اللباد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ذكري بعض ما وحيكو فسر القرآن كإن لغة شيء ذا كتابي بعض ما يقول كلامي با معنه دعيا هذا الكيغا هدايا أيو دعيا ويعني لفظ يقول بابك للدون وخلف اللفظ ما شيء واحد حتى معنى ويسكن الروي هو متقارب معها سيدة تيه ركلا معنه أن قرى يمد متقارب ويسكنه لكن تنوى بإسلام مدقرة لكن وحكى يرد ونانا يعد كفى سرطي ذكري حسك الدومض يحس أيام إلا ذكري وحلو فصرا ومصدر مضاف لفاعله يمصدر مضاف لمفعوله ذكر ما الله بكرد عيو يعني مركا ذكر كيسي والله شاقي وهذا الكيسي قرآن كيسي مياء مسوى ذكر الله لقوح الصي أدون كل إيماني وذكر أدون كرد عيا كاسوى تفسير آخر وي كهذا ما ينانتو صالين لكن انت كلا كتابي يا كلامي يا هدايا كعبري يعني وحين غنيسا مسمى كلية شيء كريا مقعك وضع دعي هذا هو حجر مركا لقى هذا ليو أنواع الدلالات كوحل إلى هذا تفسير المطابقة وحل إلى ذا شرا يا تفسير التضمن يا تفسير باللازم مر مطابقة لغفصرا تفسير بالمطابقة بالمعنى المطابق معناها مركا وحوية اللفظ قد دبولا إياه اللأق إن لغفصره مرنا وحلق فسرا جزء معنيه كم ذا وتضمن بالق فسرا وتفسير بالتضمن وجزء معنيه كم ذا بل الشيء مرنا وحل إلى هذا تفسير بالمثال وتضمن كيسون للنوعية هاي لك علماء قروا كرجاري الآن مرنا وحل إلى هذا تفسير باللازم معناها كل لازم هي كذا أنا هي بالق فسرا لكن مركز هذا لق فسرا إيوه أو جهد أين الشيقني ما هين استيديهين أو يسوافقيا على سبيل المثال تفسير بالمعنى المطابق مركا لقف السرايو وحكم ذا مركو الله يلي وهو الغفور الودود الله هو كدن بداف كبضا اتشعيل كبضا أو اليدي سأتشعيل كبضا الغفور يا الودود لبضوا وحيو فصير ميان معنى الفاعل وغفرانك يودي قباء الله بيك حصيليان
إلا كلا الدواء اللي يلاهدو يعني مدنا وحلو فصير يا معنى الفاعل مدنا وحلو فصير يا معنى المفعول تصح نغمس إساس كوا فقيان وين مركا لغو فصيرا الودود مركا وحن نغنى يا الواد لأوليائه وكأوليادي ستشعل يادي أدو تشعل وتفسير بالمطابقة هذا هو حجر تفسير لغو فصيري الودود الذي يحبه أولياؤه وكأوليادي ستشعليهين أوليادي ستشعل وحال العلم يقاركود إلى هذين وتفسير باللازم معنيه كاللازم يا المفسر أسوق اللازم يا دي الله مركو تشعلي هي أوليادي سأوليادي سنا الله واتشعليهين مركا إنا يقو تشعليهين وكبر ليس مركا وحوي ومعنيه كاللازم يا نغنس من نوع تفسير باللازم من نوع تفسير بالمطابقة وايه تفسير باللازم وحكروا النغنية أقواش علماء للسوريو وبعض السلف يكون فصران صفات كقار كود معنيه كاللازم يكون فصران واصنع الفلك بأعيننا مركو إلى هيكون النبي نوح دون ذا السماء بأعيننا إلى أن تأمدها يقانوك إلى أن إنه كسماء وحيكو فصران بمرأة منا أردت حق يقع أنك أرك إنه كسماء أما ولتصنع على عيني أي بحفظنا وكلاءتنا بعض واساق فصرين ولتصنع على عيني يعني مركا إلى لنتيدا أنكو إلى لنيو بمعنه دعيا مركا وتفسير باللازم وحي موضان دتك قاركود إن أي تأويل يعني السلف كقاركود أي تأويل كسمايين آياتك الصفاتك عينك كسو عروري لكن تأويل ماها هو يأصل كمعناها ما ينكرين قد يأصل كينكر إلى هاي رول لهايين إلى هاي عين أمسقنان أعيننا أمسقنان أركتبا اللوغة شيدا إيا إلى لنبا اللوغة شيدا وحي نقول لها تأويل بين نقول لها عند أصل كالنفي ذي واللازمك كاليا معناها كالكتاي قد أول وأول إيكاسي أما عدا أصل كالنفيين اللازم كأون شيء معناها كاللازم يا ما أول وعين غنيسة أمر هذا أصل كالنفيين أصل كنين السجى عين غنيسة لأن اللازم الحق حق ويا حق وحي كاللازم أي وحق حق اللازم كيسي يسقون حق بنوع الله إن دوسون هذين يينو أركا يينو إلى لنا يينتوا وحق اسم الديدة يعني مركا إن مطابقة لقو فسراء إن لازمك لقو فسراء لبا إسعارضة يما وحلورنا يقولنا لازم كيف يكون فسرطي أصل كلمين نفين قولنا مركا وحوية معنيه مطابقة أها أي الشيكتي وايا وعجرة تفسير بالتضمن أما بجزء المعنى قيب معنيه كم إلا تلمامه على سبيل المثال وجعلني مباركا أينما كنت يعني إلهي وحي يغيّلي نبي عيسى أرنايا مدل بركي يغيّلي ميل كسان كسوغن هايبا وحل كفسر بعض كفسر مباركا أي معلما للخير أينما كنت مد خير كدت كبري أي الله يغيّلي ميل كسان كسوغن هايبا ابن قيم وحي لي هذا جزء مسمى المبارك معلم دتك خير كبرا يا ملك استان كسوغنه الله ايغيلي مباركا معناه دي مي ودا وفين اقيب كميدا معنيه با لا تلمام جزء كميدا الله شيغ فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره تعليما او نصحا واراده واجتهادا مبارك وحل يلاذاب ويلي ابن قيم بارنيا وكخير كيس فر بدنيا هي نفسي أهانتيس خير كيس مركو بدنيا هي إسرق اللفتيس بركديس يا خير كيس باب بدن وخير فر بدن بو سمينيا
dadka kalena khayrki waa ugu deeqaya waa baraya waa ugu nasteexinaya waa la doonaya waa la jecel yahay waa kula talinaya naftiisana waa kula dadaalaya taa ila yiraahdo khayrki uu dadka baraya haddii aanu isagu khayrki la iman nuqsaan baa ku sugan ya marka mubaarakan wuxuu noqonayaa نفسي أهانتي سينو خير بدن يهي داد كان خير بدن لرادين ايو لدون ايو لتشعل ايو اقود بنا ايو برا ايو مركا الله بضا معنا بواسوه قليان كثير الخير لنفسه ولغيره مدوالبا معنه عرض ما يصير وطاس مركا الجزء معناها كم إذا إلا الشيء وادع ذا نوع كروات الممان علماء تفسير بالمثال اللي هتصالة إلا وفسره waxay gudagalaysaa nooc aan tadamunka oo juz macnihi kamida in lagu fasiro haye sheegar bay u sheegeen culimadu tusare allah wuxuu yiri alladheena yu'minuna bilghayb wa huwa ghayb karumayniya ghayb ka maxaa looga jeedaa culimadii salafka qaar kood sida zirr ibn hubaysh waxa uu yiri ghaybka waxa loo jeedaa waa quraanka wa quraanka illa soo dajiyo allah soo ragay النبي محمد لقول سودة شيء وكلام الله وأها وإلى هاي وكو هذا لي دي هذا الكو الله وكو هذا لي يا وحي يقول النبي قال وحي هذا يسد وقول وحي هذا مد والبغيب بين قتل عطاء تابعين كم إذا سقنا وحكوف صر الغيب والقدر غيبك قدر كوي تقدر كرين للرمي واطا لبضع معنى وأي شيئين يعني مركا لبا إمام وتابعين تكمل أي شيئين اسم الديدنا مدول بجزء معنه كمدو الشيغة غيب كيوح كمدو التلمامة غيب كنوا كبدا بلارية أبو مظفر السمعاني وحوري عدك روحي تلوع لماذا كمدي غيب كوح اللوج إذا الله ويا الله هو غيب وعكرو ابن عباس كسو النقلي أبو مظفر السمعاني تفسير كيسا الغيب كل ما أمرت بالإيمان به مما غاب عن بصرك غيب وحل إلى ضوحك استولق أمري إن أدرميصه أو إن دهك كقر صومي أنا أركين بغيب إلى ذا وذلك مثل الملائكة والجنة والنار والصراط والميزان ونحوها أسوق لي أشياء ذا غيب كردن بسوق لي مركز غيب كي وحكم إذا إنا التلمامان مدي إذا يسمعناها قود اللو تشيده وضع عمي ما هي غيب أردن الله إلا الرمية وسوق ليس أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إنه إلهي كوحد الله يصدق كوحد الله إيا النبي ذو كسور رقي يصدق وحيه دي كل ذلك غيب بين قطع يوم الآخر كإلا الرمية قدر كإلا الرمية وحيد ما سوق ليان يعني مركا غيب كإلا الرمينا شنظر إلى النار إلى حسابتي إلى ميزانك إلى بعثي وكل ذلك وغيب عذاب القبر وغيب وهكذا مركا تفاصيل تاس اسم ديدنا هذا مركا هو خلافة ولا اسمه خلافة ده وحبا ذنبا إسوافقية يا أو يضع اللفظ مركا إنه ده خلافية هي كم وقته أيها هذا معنى هنا إسو تقيس نوعي نكسو ختمة إنا وحي تهي محاك كان الصدى إلا سكو خلافه تفسيرك أحيالا كان سكره وحكم إذا أنواع الدلالات كيني كلا الدوينيهين واختلاف التنوع يما دو تاوات الماني أحيالا كلاو مركا اختلاف وكيما دائيات شرا وحكم إذا لغة عربية مركا لشيقا يو واحد شرا اشتراك اللغوي وحلا يلاهدو الفاظ قاربا معاني كلا الدوين وداقة ودور معنى لو استعماله مركا اشتراك اللغوي بمعنى اريبا وحولي هي معنى يالك للدوان وحقيقة أبولي صدا يا صدا يا صدا بعربي وهو هذا الشيء وهو قد شيء ده سياليه كالدوان بعد عضين الوحن بهره تصالح وحكم ذا آيدي أين أخرينيني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ومشتركه
دليل عادة إيو كطاهر نقول شذا لقى طاهر نقول الله بذا با قرئ مع قرئ ولا يلا دا مركب معنيه اللغة الصدى هي صدى باللغة استعمالي اللغة يقاني أي صحابة دي قاربة متكو فسرين أي مدينة أي كلا راعين ويه تصال اللباد وعكم ذا ويقول سحر مستمر مستمر ولا سو خلاف تفسير كيس الى افر قول باب الجرسي مستمر ما وحلوه جيده هو سحر حوق بدن قوي ومن المره با لغا كان ذو مره فاستوى اي ذو قوه سوى الله فصرا معنى الله بعد والله استعمالي او امرك ان لغا تلمامايو مستمر ان لغا جيده ومت تجي أو مركا وحوي يعني مركا تجي أو مرة ويعني ومري وتجي مركا مستمر بمعنى ذاهب زائل وحكى الله استعمال مستمر دائم واستمرار كالدوام كوا الله استعماله معناها أفراد كل مركا عدبا كلكم مفسرين لكن غرب الشيء أو مركا وحوي ويعني سحر قرار ومن المرارة لك كان مركب معاني ذن كل الدوان وحلوه فسره أري جنب السدة هي السدة هي السدة بالله استعمالها من المر با من المرة با من المرور با من الاستمرار با من المرارة با يعني اللغة دي عربية با السدة هي السدة بالله استعمالها فرت من قصورة قصورة ذا كوحدة قان سر إذا وحمرك وقارصنا يسا قصورة ولا يلا ذا قصورة وحكر ولا يلا لباحة ولا يلا ذا marka labada tafsiir ee kala duwan ee lagu fasiray luqada carabeed ba markii hore labadaba loo yaqaan labadaba waa loo yaqaan waga ba kulli yira haday halkaas marka ikhtilaafka laakin mid bayno yaa la leeyri marka bayn ka salaasada ayna insha Allah ta'ala yaani fadhiga saddexaad ayna marka qaadan doona halka ay nagu joogo wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.